نرجع لشؤوننا، والنهارده مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أشادت بالمؤشرات الإيجابية اللي حققها الاقتصاد المصري مؤخرا، وأكدت استعداد الصندوق لتقديم ما تحتاجه مصر من قروض بهدف تحقيق المزيد من الدفع للاقتصاد المصري نحو الأمام. وأضافت لاغارد في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات ربيع اللي بيعقدها صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن إن الحكومة بدأت بالفعل إجراءات الإصلاح لتحقيق تحسن في مستوى الثقة، وأنه لو استمر تنفيذ خطط السياسة الحالية نتوقع أنه الاقتصاد المصري يصبح أكثر استقرارا. كان نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظ غانم أعلن في تصريحات صحفية قال فيها أن البنك قرر زيادة استثماراته في مصر ل 4.5 مليار دولار خلال السنوات الأربعة المقبلة بمعدل 1.2 مليار دولار سنويا. معايا على التليفون الخبيرة المصرفية أستاذة بسنت فهمي، برحب بحضرتك معانا يا فندم. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. أولا إزاي نقول دي شهادة ثقة أو اعتراف بأنه في تطور في الاقتصاد المصري جاي من صندوق النقد ومن البنك الدولي، شايفة ده إزاي ولأي مدى هينعكس على وضع الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين الأجانب؟ طبعا ده شيء إيجابي للغاية، لأن صندوق النقد كان بقاله فترة متحفظ جدا، فكونه يرى أن احنا فعلا بدأنا على طريق الإصلاح، وإحنا فعلا بدأنا على طريق الإصلاح. صحيح لسه قدامنا شوية خطوات، لكن في بالنسبة لعقد الموازنة والإنفاق إلى آخره، لكن بدأنا خطوات إصلاح مقبولة، شايفاها المؤسسات الدولية على أنها خطوات إيجابية. ده هيساعدنا طبعا بأن احنا نأخذ منهم القروض اللي احنا بنحتاج لها بغرض التنميه، يعني ارجو دايما انه احنا ما فيش مشكله ان احنا نقترض، بس يبقى دايما القروض توجه الى التنميه. وشهاده صندوق النقد البنك الدولي كمان انفاقه ان هو هيستثمر في البنيه التحتيه، دي مهمه اكتر من كمان كلام كريستين لاغارد، لانه احنا محتاجين شغل على البنيه التحتيه في كافه المحافظات الحقيقه. يعني احنا عندنا الخدمات متدنيه للغايه في المحافظات كلها، سواء كانت مثلا المياه، كهرباء، المجاري، كل شيء عايز عندنا في البنيه التحتيه يشتغل. فالمؤسستين دول الحقيقه الشهادتين دول مهمين جدا، وزي ما هي قالت المهم ان احنا نستمر. فاذا استمرينا على اسلوب الاصلاح الاقتصادي المرجو، ان شاء الله الاقتصاد المصري يقدر يبتدي ياخد انطلاقه باذن الله. طيب بس استاذه بسنت، دايما حديث القروض من صندوق النقد يعني بيبقى فيه نوع من انواع الحساسيه، وحضرتك عارفه طبعا الكام سنه اللي فاتوا كانت فيه مشاكل كبيره قوي، ناخد قرض ولا ما ناخدش، هتبقى دي شهاده ثقه وضمانه من مؤسسه كبيره. فحضرتك بتقولي ناخدها في مجال التنميه او المشروعات الصغيره والحاجات، يمكن دكتوره غاده والي النهارده اتكلمت برضو على استثمارات وعلى فلوس هتتاخد لتحسين مستوى الاسر البسيطه متوسطه الحياه. فمسألة القروض مقبولة ولا بتحفظات، ومسألة الشروط بقى هناخد قروض بأي شروط؟ أي قروض لا توجه للاستثمار غير مقبول. إحنا اعتدنا أخذنا كميات من القروض هائلة، وللأسف ما انعكستش على الاستثمار، وهيبقى علينا وعلى الأجيال القادمة. إحنا عندنا مستوى الاحتياطي النهاردة متواضع للغاية، في عندك احتياطي 15 مليار، ده رقم متواضع، وشايفين الربكة اللي في السوق بالنسبة للدولار. فإذا كنا هناخد قروض توجه للاستثمار. هل إحنا اللي بنقول ولا المؤسسات دي لا يعني هي برضو معانا في نفس الخط أو في نفس الاحتياجات اللي بنتكلم عنها؟ لا هي بتقول، بس المهم أنت تنفذي. يعني أنت لما بتجيلك الفلوس لازم توجه فعلا للاتجاهات اللي أنت خدتيها عشانها، لأن هم مش هيقعدوا معاك. فلازم لما تيجي قروض بعد كده نبقى عارفين أن أي قرض هناخده ما يبقاش عشان ناكل ونشرب. القروض لازم تيجي للاستثمار، علشان الاستثمار بيقدر يطلع منه عائد. صحيح. يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا الخبيرة المصرفية أستاذة بسنت فهمي، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.